طيب نروح لموضوع تاني، وخلال احتفالية يوم المرأة العالمي تم تكريم عدد من النماذج النسائية الملهمة في مصر، وكان من ضمن المكرمين المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، وهي معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليك يا أستاذة إنعام. صباح النور. يا أهلا بحضرتك وألف ألف مبروك للتكريم، تستحق. شكرا ليكم، وشكرا طبعا اللي رشحولي واختاروني وكل ده يعني. طيب بشكل عام الاحتفالية، انطباعات حضرتك عن الاحتفالية واهتمام الدولة بتكريم المرأة المصرية؟ طبعا تكريم المرأة المصرية يعني حدث منذ سنوات، يعني كان في عام المرأة، وبعدين احنا في شهر المرأة، يعني المرأة المصرية في عصرها الذهبي زي ما بيقولوا يعني. الأمل الاحتفالية فكانت احتفالية منظمة جدا، يعني ما كانش فيه فجوة صغيرة بين كل فقرة والتانية، كان كل يعني حتى بقول ان اللي بيدير خشبة المسرح او اللي بيديروا خشبة المسرح على درجة عام كبيرة من الوعي الفني. أستاذة نعم طبعا ببارك لحضرتك وبصبح عليكي، وعايزة أسألك، ممكن نشوف أعمال تحاكي ما يحدث على أرض الواقع دلوقتي في مسألة تمكين المرأة المصرية؟ لأنه أعمال حضرتك دايما كانت بتتسم بالواقعية بنسبة كبيرة، فأعتقد أن احنا محتاجين أعمال تتكلم عن ما يحدث من مسألة تمكين المرأة المصرية وأهمية ده وتأثيره على النساء في مصر. والله أنا شايفة ان احنا يعني كنا من سنوات يعني بعاد عن هذه القضايا، لكن الان ابتدت القضايا تطرح من خلال الاعمال الدراميه، يعني حتى يعني مثلا في مسلسل دلوقتي اسمه ام العروس او ابو العروس، انا ابو العروس، في طرح لكثير من قضايا المراه في مسلسلات العشر حلقات اللي بتذاع من خلال الدي ام سي وأون، يعني بعض القنوات برضه بنشوف انها بتطرح بعض القضايا الانيه، يعني في اهتمام بقضايا يعني قضايا المجتمعيه في قلب المراه. عظيم. طيب مناقشه هذه القضايا، قضايا المراه في الدراما وفي السينما، انعكاساتها ايه على الواقع اللي بتعيشه المراه المصريه؟ ما اقدرش اقول لك ان التاثير بيبقى ايه بين يوم وليله يعني، لكن هي عمليه تراكميه، يعني مناقشه هذه الاماكن، قصدي هذه القضايا بشكل مستمر، وكمان مش مجرد المناقشه انما الكتابه الجيده، الدراسه للقضيه والكتابه الجيده والاخراج الجيد، وطبعا الممثل الموهوب، يعني هي عوامل ثلاثيه اهمها الكتابه والاخراج، عشان ايه تقدر اللي انت بتعمله يترك اثر كبير لدى المشاهد، وعشان في النهايه نغير النظره للمراه المصريه. اكيد اكيد يعني. وبعدين هو ايه لما ده يتواكب مع مبادره حياه كريمه، هتبقى التأثير أكبر وأكبر، لأن الوعي هيبقى أكثر نموا داخل القرى المصرية. صحيح. يعني الحقيقة أنا من ضمن المعجبين جدا بهذه المبادرة، من ضمن المؤثرين جدا لهذه المبادرة. حضرتك أستاذة إنعام، شايفة مبادرة حياة كريمة ضافت إيه للمرأة المصرية؟ لا ما اقدرش اقول برضو يا استاذه هدير انها هتضيف من يوم وليله، انما هي زي ما قلت تراكمات مع بعض، يعني يبقى زي تقول ما اقولش برضو مصيغه حمله، انما اولا الدراما قالب محبب جدا للمشاهد ومؤثر جدا جدا. صحيح. فلما يبقى في هذا المجال يتعامل مش مسلسل ومسألة تنتهي، مسلسل واثنين وثلاثة وأربعة. أنا عندي تجربة مثلا، مسلسل عملته عرض لأول مرة أكتوبر 79 باسمه هي والمستحيل، عن محو الأمية. هذا المسلسل ما زال بيتكلموا عنه لغاية النهاردة، هو كان عن محو الأمية يعني. فلو مسلسل واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين
وبتاع دوت تعرض اكيد هيبقى لهم تاثيرهم. يعني احنا شفنا الاختيار واحد واثنين وبتعمل اختيار ثلاثه قد ايه برضو اثر في قيمه الانتماء، وقد ايه الناس برضو ادركوا بقد ايه يعني رجل الجيش ورجل الشرطه بيقدموا ارواحهم على ايديهم. صح. وهم بيشتغلوا يعني الوطن اغلى عندهم من روحهم يعني. يعني عايز اقول لا الدراما مؤثره، لكن المهم ان احنا لما بيبقى في قضيه ما معينه لازم نكثف الاعمال اللي هي بتتعمل، بس تكون اعمال جيده ومؤثره بكل لكن تاكيد. لكن لو العمل مسطح العمل مباشر مش هياتي يعني مش هي مردوده مش هيبقى عظيم. بالقدر اللي احنا المطلوب. يعني طيب بنصبوا اليه يعني اللي احنا عايزينه يعني. طيب حضرتك اتكلمتي عن حياة كريمة وما تقدمه للمرأة المصرية، شايفة ان احنا ممكن ناخد قصة حياة مرأة مصرية كانت في قرية دخلتها حياة كريمة فغيرت حياتها تماما، خلتها رائدة ريفية، خلتها منتجة في المجتمع اللي هي عايشة فيه، شايفة دي ممكن قصة تدخل في عمل فني؟ طبعا انا ضربت مثال دلوقتي يا استاذ محمد حوالين، هي مستحيل، هي كانت قصة امرأة أمية وكانت بتتعطش لمحو اميتها وكانت بتعتبر ان الاميه عندها عار. ما اعرفش انت كنت طبعا هي قررت مرات كثيره يعني. ممكن احكي لك اقول لك حاجه في عن محو الاميه انا في وقت ممكن اتفضلي يا فندم اتفضلي. يعني فاكره في 2016 كان في فعاليه اسمها مشوار، وانا كان عندي يوم في الفعاليه دي، كان ده الفعاليه دي في معرض الكتاب 2016، وانا كان عندي يوم في الفعاليه دي، فوانا بتكلم عن مشواري مسيرتي الفنيه يعني، فكان في اثنين قاعدين في الصف الاولاني ومركزين قوي معايا. بعد ما خلص يعني انتهى يعني الكلام اللي انا قلته يعني، لقيتهم الاثنين طلعوا لي المنصه وقالوني ان احنا نتاج هي والمستحيل. فقلت لهم هي والمستحيل العار ده اكتوبر 79 والنهارده 2016 ازاي حضراتكم نتاجها يعني؟ سنوات طويله مرت طبعا بين فواحده قالت انا كنت في المدرسه ما كنتش تلميذه مجده، والثانيه قالت انا ما كنتش دخلت مدرسه. بعد هي والمستحيل انا قدمت منزلي ودرست والدرس درست سنواتها الاولى يعني. صحيح. دي حاجه تخليكي تشعري بالفخر لان انت غيرتي حياتهم. لا ده انا لسه بس هكمل وعشان هقول لكم المفاجاه الاخيره يعني. والثانيه قالت انا كنت انا شديت حيلي جدا وبقيت من المتفوقين في دراستي يعني. لكن دلوقتي حضرتك هتندشي لو عرفتي ان الاثنين اساتذه في كليه الاداب. تخيل قد ايه ده مسلسل واحد قد ايه تاثيره اللي استمر معاهم يعني. بس ده كان هذا المسلسل كان يتوفر فيه العناصر اللي قلتها، سيناريو الجيد مش 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 عايزه اتكلم واقول انا على نفسي واقول والاخراج الجيد. لا طبعا بكل تاكيد ان هو العمل الفني متكامل يا فندم. والممثلين اللي ادوا الادوار بمصداقيه كبيره. طيب استاذه انعام عايزه اسال حضرتك، كنت بتقولي ان ما تحقق للمراه المصريه الفتره اللي فاتت شيء ما كناش نتوقعه في الفتره الزمنيه دي، مناصب اللي تولتها المراه، مساله الوصول لكل ست موجوده على ارض مصر جوه الريف، ومساله انه نهتم بصحه المراه المصريه، كل الفعاليات اللي اتعملت تخص المراه المصريه، حضرتك شايفه انه ماذا ايضا يعني تحتاج اليه المراه المصريه في الفتره اللي جايه؟ والله احنا يعني برضه هرجع واتكلم عن المبادره بتاع حياه كريمه، لانها مبادره ما فيش شيء ما يعني ايه شامله
مختلف من احتياجات المرأة واحتياجات الأسرة المصرية. يعني هي كانت زي يقولوا بناء الحجر مواكب لبناء البشر. والمبادرة زي ما عرفنا يعني ان مدتها 3 سنين حتى لو تجاوزت ل4 سنين. لكن اكيد النتيجة هتبقى مبهرة. القرية هتبقى حاجة تانية، لان القرية كانت عايشة على هامش الحياة المصرية، وفي نفس الوقت كان هي اللي عاملة كانت هي احد اسباب القرية كانت زي ما قلتوا بتطرد ناسها. وكانوا عملية التكدس في المدن خصوصا على يعني هم اللي يعني هم اللي كانوا وراء اسباب المساكن والحياة العشوائية اللي كانت على اطراف المدن. احنا بنبارك لحضرتك. لكن بعد كده القرية لانها هتبقى فيها المصنع وفيها المزرعة وفيها العمل تمام. وفيها المدرسة وفيها المؤسسة الصحية، فيها المؤسسة الاجتماعية، هتبقى حاضنة لأبنائها أو حاضنة لسيداتها كمان. بكل تأكيد يا فندم بنبارك لحضرتك مرة تانية، وبنشكرك المخرجة الكبيرة الأستاذة إنعام محمد علي، شكرا جزيلا ليك.